الآن موجودين في محمية الموجب للمحيط الحيوي في قسم الحماية والتفتيش. الواجب اللي بنقوم فيه بنقوم بجولات تفتيشية لداخل المحمية على أساس إنه نشوف إذا في أي اعتداءات بتتم محاولة منعها بداية، أو إذا حصلت الاعتداءات هاي إنه يعني نضبطها. بالنسبة لحيوان البدن، حيوان البدن هو الحيوان الرئيسي الموجود في المحمية. هذا الحيوان موطن الأصلي محمية الموجب، يتكاثر داخل المحمية. يتم توفير الحماية له من ضمن حدود محمية الموجب. اللي بيصير انه احيانا بيصير اعتداءات، يعني خصوصا انه المحمية مساحتها شاسعة وتضاريسها وعرة جدا، بس بيتم ضبط هاي الاعتداءات من قبل مفتشين. طبعا حيوان البدن منتشر في المناطق، وخصوصا المناطق اللي بتكون قريبة من مصادر المياه ومن الأعشاب اللي ممكن يرعاها هذا البدن. يتنقل داخل المحمية، خصوصا أنه المحمية مساحتها واسعة ما بين المنطقة الغربية والمنطقة العلوية وكذلك المنطقة الشمالية. الحيوانات الأخرى الموجودة يعني غير البدن، يوجد في محمية الموجب حيوان النيص والوبر وتقريبا 20 نوع من الثدييات، ولكن في نوع ثاني من الحيوانات اللي هو حيوان الوشق. حيوان الوشق هو من فصيلة النمور، صغير الحجم، شرس جدا، موجود وسجل داخل محمية الموجب. تعتبر المحمية مركز للطيور المهاجرة، خصوصا إذا عرفنا أنه يوجد في المحمية 150 نوع من الطيور، ووقوعها ضمن منطقة حفرة الهدام منحها ميزة جدا كبيرة بالنسبة للطيور المهاجرة. يعني في خلال موسم الهجرة ممكن تيجي على محمية الموجب أو على هاي المناطق تشوف مئات بل آلاف من الطيور اللي بتكون موجودة في رحلة سيرها أثناء الهجرة. هذا الشيء كنوع من التوعية البيئية اللي بتكون في محمية الموجب، وحدة السياحة البيئية في المحمية من خلال الزوار اللي بيزوروا المحمية كل عام، وأعدادهم يعني جيدة جدا، بيخرجوا ممرات داخل محمية الموجب. أصل الهدف من هاي الممرات هو أول شيء رفع الوعي البيئي، وتبين للزائر أهمية المحافظة على التنوع الحيوي في الأردن بشكل عام، وأهمية المحافظة على التنوع داخل المحمية بشكل خاص. يوجد ممرات للزوار، يعني كل فئة من الزوار لها اهتمامات خاصة. في ناس بيبحث عن المغامرة، وفي ناس بيبحث عن مراقبة الطيور، وفي ناس بيبحث عن مثلا مشاهدة الحيوانات. لكل فئة مخصص ممرات معينة، بتدخل المجموعة ضمن سيستم معين، وبيكون في أحد الأشخاص الأدلاء مرافق للمجموعة بيعطيهم معلومات كاملة عن المحمية وعن الممر اللي هم طالعين عليه. Thank you.
الشاطئ اللي هي الشرقي للبحر الميت. محمية الموجب هي محمية تابعة للجمعية الملكية لحماية الطبيعة، تم تأسيسها في عام 1985، تم الاعتراف بها من قبل يونسكو منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في عام 2011، وهي تعتبر ثاني محمية بعد محمية الضانة، تدار من قبل الجمعية الملكية لحماية الطبيعة. المحمية حقيقة تضم مجموعة من الوحدات الإدارية المختلفة فيها، من هذه الوحدات اللي هي وحدة الحماية، وحدة دراسات، وحدة التوعية والتعليم البيئي، وحدة السياحة البيئية اللي احنا موجودين في جزء منها اللي هو احنا موجودين الآن في شاليهات البحر الميت، وفي جزء رئيسي في السياحة اللي هي مركز مغامرات الموجب. طبعا متحدثا عن السياحة تحديدا وعن السياحة البيئية تحديدا في محمية الموجب، تعتبر الجمعية الملكية بشكل عام والرائدة ولها الريادة في مجال السياحة البيئية. احنا في محمية الموجب حقيقة تقريبا السياحة بتكون عندنا في الممرات المائية المختلفة مدة 6 أشهر خلال العام. زوارنا في هذا في 6 أشهر تقريبا ما يعادل من 18 ل 20 ألف زائر، طبعا من كافة الجنسيات المختلفة. وتقريبا السنة هذه إذا بنحكي عن 2016 كان عدد زوار الأجانب ما يشكل 70% من عدد زوار، أو 30% أردنيين. في السنوات السابقة الحقيقة من 2009 لغاية 2016 كان عدد الزوار بالآلية العكس، تقريبا 70% منهم أردنيين والبقية أجانب. لا بتعرف هذا طبعا في ظل الظروف اللي هو المحيطة بينا، لكن الحمد لله احنا بننعم بهذا البلد بالأمن والاستقرار، وإن شاء الله بإذن الله ربنا بديم هذا النعمة علينا، وطبعا هذا انعكاسه على السياحة بشكل مباشر وكبير جدا. أنتوا الآن في موقع اللي هو الشاليهات للبحر الميت، هذه مجموعة من الشاليهات وجدت من أجل اللي هو إطالة فترة أمد الزائر في المنطقة، لأنه بتعرف كل ما تأخر الزائر وبقي في المنطقة بشكل أكبر كل ما كان بالتأكيد اللي هو المردود المادي أكثر، الصور والثقافة اللي بأخذها من المنطقة بشكل أكبر وأكثر. هذا عن الجانب السياحي. أيضا في مركز الزوار عندنا مجموعة من الممرات المائية، منهن ممر اسمه ممر السيق اللي هو عبارة عن ممر مائي، ويعتبر ممر قصير جدا، يعني مدته للزائر تقريبا ساعتين، وانت بتمشي بعكس تيار المي، في نوع من المغامرة، في نوع من استخدام اللي هو نوع من الحبال يعني، وغالبا لابد ان تكون الفئة اللي ترتاد هذا الممر تحديدا اللي هي من فئة الشباب، بحيث يكون في نوع من المغامرة ونوع من التحدي. ايضا في ممر اخر اللي هو ممر الهيدان، ممر أطول من الممر السابق، ويعني يمتاز بأنه جزء منه على اليابس وجزء منه بالمياه، وفي طبعا بيكون في مرافقين لك اللي هو مجموعة من الأدلاء السياحيين البيئيين الموجودين في المنطقة. وهذا الممر تقريبا بأخذ من 6 ساعات تقريبا، أحيانا إذا كانت المجموعة أكبر ممكن يأخذ 7 ساعات إلى 8 ساعات. وأيضا في ممر آخر اللي هو ممر الشلال، يعتبر ممر المتوسط أيضا كمان بيمتاز أنه في جزء منه في على اليابس وجزء منه في المياه، وأيضا كمان برافقك في هذا الممر اللي هو دليل. آخر ممر حقيقة لأنه اللي هو الممر غالبا بنفضل يكون بفصل الشتاء، لأن المنطقة تعتبر منطقة منخفضة وتعتبر منطقة غورية وحامية جدا وحارة، يعني غالبا بيرتادوا الزوار اللي هو ممر البدن داخل الحدود المحمية. أيضا بنفضل أنه يعني يكون بالشتوية عشان اللي هو عدم ارتفاع درجة الحرارة بالنسبة للزوار. فهذا الممر أيضا يعني يعتبر من الممرات الأساسية والرئيسية في المحمية، وهذا بشكل مختصر عن السياحة داخل اللي هي حدود محمية الموجب.